دين لهم قوة عظيم. يعني كل ما زال تحت كان خذ الصاع مني. المشكلة حشرهم يجون يحشرون أعبر. والله إني دابر أنت في قزين بالله العظيم. بين فكم لا لا والله العظيم لا السؤال ما احترامي لكم الأسئلة هذه ما لها داعي. والله العظيم لوني أبدالك أنا بعلي بسؤال أقسم بالله لا. عبد الله إن جاك الدور تكلم اسمعني بالعكس فارس ما بيجي الدور مستحيل عبد الله يسألك والله توافق لكن التعزيز جيز لي منه والله توافق إزعاج وصجه وجعرس والعقل أيوة كمل يلا يلا بالدفع بالدفع اسال ها يا جماعه يا جماعه هو اللي فرها يا الربع اذا جاء السؤال لا حد يتكلم تكون من الدنيا خلي واحد يسال جواب بس عشان ما تطول دقيقه خلنا ندقق عبد العزيز انت انسان عصبي اكثر انسان يرفع ضغطك في الجلسه هني هني صار 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 والله العظيم كل اللي في الجلسه يعني ارفع ضغطك لو قلت في برنامج ممكن احدد شخص بس هنا ما في احد احنا ما نحش حد اللي موجود بس شفت اسئلتك ما لها داعي لا طيب بس غلطان يا الحبيب شوي 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 يا اخوي كذا خله هو اللي في الرول اللي فر هلا صالح يسال يلا هو لو تكون ما اسئلتكم بارده يلا ورنا السؤال انا ادري ان شيء بس لا احد يعلق خلوه ها انا ادري ان سؤالك بيصير بارد بس لا احد يعلق انا الحبيب حميك شكلي يقول لسان حاله ليت السؤال اللي كانت عشان اوريك السؤال انا والله لازم السؤال ياك والله لا فهمتكم سؤال اعلامي مش غنى تو عنك ما كان ترجع لا انا اللي اسال اي اسال يا شيخ يا شيخ وين مخك والله اني انت حركاتك يا صالح يلا بس طيب اعوذ بالله منك يا ابليس اعوذ بالله منك بندر العلي وين تشوف نفسك في اول ابراهيم ولا ثاني ابراهيم ولا ثالث ابراهيم طبعا هذا يعني ثقة الله سبحانه وتعالى ما كل شيء بيدل بس ثالث ابراهيم اخر شيء لا انا اقول لك بالاول ولا بالثاني ولا بالثالث ان شاء الله ما اشوف نفسي باي ابراهيم كافي الثقة كافي الثقة طبعا ان شاء الله بدعم ان شاء الله الناس اللي يحركها اللي يحركها اليسر إيه؟ نعم اليسر اليسر او يحرك ثاني مرة ثاني مرة لا لا خلاص لا ثاني مرة عادي يسر لا 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 اذا صار بينها دورات لا ما دخل لا 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 يختلف ثاني مرة يلا 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 ان شاء الله 40 سؤال الساعة ذي زينة منتك شريه هذه جاتني من واحد عزيز على قلبي اسمه صالح الزهيري استاهل والله بس نبيه عبد المدح يدور احد جابك الله مرة ثانية يضحك على طول تعال ضحكك واجد ضحكك واجد هل تتوقع احد يجيك يقول لك يا ولد ترى من سوء الادب لانه معروف كثرة الضحك لا والله اشتني بعرف ارد لو اني محلك بالعكس بالعكس اذا جاء محلك بالعكس ناس واجد ناس واجد حتى في السابي عندي يقولون ما عجبني فيك الا ضحك يا سلام داخل الخاص يا اخي الضحك لا لا انت 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 رساله انت سامك وجهك انا قلت له والله الضحك ولا الازعاج ولا الصياح الله يا الحمد لله للان انا ما جيت فوق بشيء رد الصعصعين رد الصعصعين اجاك السؤال تكلم رد الصعصعين انا لو اني محلك قبل شوي ليش بجاوب بقول الضحك زي من الصياح اذا جاك السؤال والله عرفت والله عرفت الضحك تسامح رد الصعصعين لو يتمنون مثل مو يتمنون لو يخيرونك انت مثلا ابراهيم الجاي حد اثنين يعطونك اثنين انا ولا عبد الرحمن مطلع عبد الرحمن ابغى الهدوء ما ابغى اصدق ليش ما تبث هنا عندك مستعد في شاب يا جماعه بس عشان ما حد يفهم غلط ترى عبد الرحمن اخوي عشان ما حد يفهم لا لا ما انا استعدار ولا شيء بعد شوي ما نبيكم يا اخي خلاص بعد شوي روحوا العبوا لحالكم لا لا عمر عمر يا ادخل عمر يا قو قلبك اذا قالوا لك بس يا جماعه نسال السؤال تخفون الله يرحم والديكم خلنا نسمع السؤال اذا قالوا لك شخص يعني ما كريم مره فارس بشيري غير بسرعه برضه عندك 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 تصير ضحيه تلاقى طيب سني اسا
ترى عشانك. من اكثر واحد تحبه من الابناء؟ لا 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 اشوف انهم متسابقين. شوف الشباب جالسين والله. او يعني تحس انك قريب. لا لا بس بتحوس. بالله يا رب. ما نسير ورا بعض. بالبرنامج ولا من اخويانا؟ البرنامج برنامج والله فيه. واللي حطوكم هناك جالس انتم اخويانا. عندي ما اقدر احدد يعني. لا اخويانا موجودين. وش انا كلهم عادي عندي كلهم عادي بس ان ترى كنت يعني ما في احد قريب مره قريب مره مره يعني نروح بنروح لا ما يعني في ابن صالح عمر يعني هذول هم اشخاص اللي صار عندي شيء مثلا اشاورهم بعد مسويين فيها عشان قالوا نطلعكم لا والله لا والله فيها وسببكم انتم اكره شخص لك في هالبرنامج ان شاء الله ما اشوفك ترى مو شرط انك تكرهه بالحيل اشوفك تشتري ابو ملكي اسال انا فك انا لا والله انا بغير السال والله انا كنت بطلع لا خلاص انا بغير لا والله السال بغير والله بس على شيء يا شباب تعال اسكتوا لا لا غير شوف حبيبي تتوقع من الاسئله اكثر شخص تتوقع في هالبرنامج في ناس يتمنون انك تطلع تتوقع بس ما يدون ذكر اسمه والله على نيتي لا ان شاء الله نحن كلنا والله انك كفو كفو الله يعطيك العافيه كفو انت فرنت انت اي صح فرج عليه في تراس العدو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا لا عيد ما اللي تكرر تكون فكنا منها علشان ما تملغ يلا عكس خالد سلام انا سال انت هو بس بالهرجة ارجع عشان تضبط وخرخ سال يقول له عبيض ارجع بس الدار عشان تضبط فارس انت وضعيه الطالب المتخرج الله يعافيك زحزح خالد حبيبي اسمع ادخل لا ما حندخل احد لا ما حندخل احد ليش بس يا جماعه والله جت ورا بعض شفت الرز اللي قبل شوي توجي لا انت ازعاج فارس والله ما تزعج عبد الرحمن والله رجع طيب رجع فارس شفت الرز اللي قبل شوي تدرب عليه عسل يا عيال بس خلوهم كلهم لا وسع كذا ما حد ما توجزين بس دف الطالب ما توجزين روح ارجع يا ذكر ارجع ارجع بالجزال ارجع كثير تدخلات احتفل فيه بالله يا صاحبي انت قاسته ولا عفوي بأمانة أسفل الجميع والله شوف لو واحد يبي تصنع لا يعني مو أنا بقولك لو واحد قصدها متعمد وبيوضح لي يعني هي تجيك الأمور كلها عفوية وتداخل أجابة دبلوماسية عطني أجابة مقتصرة لا والله شو اسمه تجي عفوية أحب قرق وأحب سوار يا جعلك تقلل العفوية العفوية اللي ما يزين نفس الصجة هذا الحين أخلص علينا نفس السؤال سؤال وجواب بس خلو فيكم دخلاتك واجد بالحين وتحوس على الربع إذا جينا بنسولف هل هي طبع فيك ولا تحب أن نخالف الراس حطني يقول طبع فيك ولا تحب ذا صل على النبي أول شيء على العربية أنا من الناس اللي لا أحد تكلم أسمع له إلى أن يغلق وإذا تدخلت والله ما أتدخل إلا عفوية والله عفوية تجي لأن أنا معروف في البرامج والله يمنعنا من عفويتكم يا ثنين دولة يقولون من ذا العفوية لا تنشوف الواقع الله يرحمه أنا فرج فرج لحالي فرج عليك ترى سعيد قلت شكك معي يلا أسأل فرحان لا أسأل تحيم تحيم أنا ولا كتب بس عزوز لا 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 والله عزوز خالد أنا أقول لك أسعد دار طيب اسمعني صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنت تقرير لا البندر لازم صلاح عليك شيخ يا طويل العمر يا اخي صفه من احد الموجودين تتمنى له تكون فيك كيف السؤال يا رب والله اسئله حلوه جميله ما اخذ يك انا طب خل لا يقول اتمنى ما يقول عفويه عبد الرحمن صوت يقول صفه ما قال صفه هو يسال عبد الرحمن يسال يجاوب على راحته يستسال من انت أسخار. طبعا احد الصيف بس ما راح لا لا عادي الشخص لا عادي بالعكس حتى هو انا ما راح اذكر لا 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 بدون ذكر ايش اجل ايش الفائده كيف هو كيف تفضل الله يكتب الاجر للجميع يا رب نسال الله الاخلاص اللغه العربيه الفصحى حقتها الله يرزقنا الجنه ونخوك والله بدعي لك الليله بس اذكر الاسم اهم شيء اسمي لا يروح ترى شو يا ولد تدري خالد كل ذا تفكير عبد الرحمن صفاتنا كلها مو طيبه موجوده كلها طيبه عشان سالنا محتار ايه صح شفت شلون لا وكلها فيك اكثر واحده انت تحس انك تبيها شوف اذا انت اذا هذا سؤالك زين اذا قلت الصفه يمكن نبي اصلا فاذا قلتها يمكن ايه يعني الناس بتفهم انه مو بي لا ايه يعني مثلا انا قلت مثلا محبه مثلا او مثلا قريب لمن اكيد انه شيء ما فيه يمكن شيء بي مثلا لا ابي شيء ما مثلا لو قلت الهدوء تفتح نفسك وتسب طيب خلاص بسم الله
ها سبحان الله الدنيا دوار. فارس يسألني فارس يسألني فارس فارس كفو يا فارس يا اخوان انت مو فارس خلاص 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 فارس خلاص اسأل يا خالد نفس السؤال انا ارد على طول يا اخي انت تويت سؤالك طيب شف تبتري هي تاكلي ما سمح ليش سبع المثال هي واحده من الثنتين لا مو واحده الثنتين واحده ولكن ثقافه الرجل ذا يهويلك من ربك كم الثقافه بس ها الثقافه بس ايه اما الاشياء الثانيه كلها كره ما بيها فيني يلا يلا فارس هبو لا ولا لا لا سؤال 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 اسمع بجيبها ان شاء الله فارس بقول خطوط اولنا فارس انت تلتقف وايد ويوم حد يلتقف لك تعصب ليش طيب هل انت ما تشوف روحك طيب حلو انا تلقف لا فرش دور بس فوق سالفه انا استمع الى اللي قبل هذا انت تقول كذي لكن الواقع مو كذي طيب صل على النبي الواقع مو كذي احنا نسولف في جهه صل على النبي انت سالتني السؤال هذا صح ولا لا اليوم من تكلمت قاطعتك نعم لا 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 في مخنا لا لا خرب الجو لا سحبته ومشيت رحت لا 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 ما تشوف نفسك لا 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 ذيك احسن ذيك الدور اسالني يا عزوز هذيك الدور هذي الدور اكثر خلاص طيب ابي اسالني بعدين دور نظامكم ترى خلاص انا بسال ايش فيكم تفضل انا اقول هذه تخلون تسوي كل اللي لك يا الغالي اسال يلا انا السؤال يا خالد جت خالد شوف كيف عبد العزيز ما ادري والله خالد هذا من القران هذا اللي تبون فاتس قران هل تتوقع اي هي اسمع هل تتوقع في احد وده انك تطلع ما بيك تكمل يعني. اتمنى لا يلا انتهى الجواب لا هو لا. هل توقع لا ان شاء الله مد مش يعجبني محسن الظن كذا سوى يعني كلنا ربع اخوان مثل ما اتمنى لهم يتمنون لي صالح سلام اخيرا يا الذهلي نبي اجوب على طول ولا اسئله على طول انا اول سؤال اسال محمد لبيك وسعديك يا اخي انت ما شاء الله راعي خيل كل شيء الاشياء هذه كلها هل فعلا انت تسويها في الحياه اي والله وفيها اكثر منها بس ما قدرت بعد ما شاء الله الله يجزيك اللهم صل وسلم ما شاء الله ايش خليت لنا مخلي حال فارس ناقصك جيب 65 خلاص بتصفط هنا في القريه انا قلت لك انا بتروح ناقص كولا برج عندي فارس فارس كفو بندق لحظة اسمع حد قلت لك كل شيء اذان لا فارس بسألك سؤال انت الحين قاعد في جلسة وانا جنبك لا انا اللي اول ترى ما كان عندي لا شنب ولا لحية انت املط ما عندك شنب ولا لحية وش بتقول